ليدرشيب اليوم مع باسكال رميلي مدربة على القيادة، ورح نحكي عن التعامل مع رب عمل صعب. نحن ما حبينا نحطها بالتايتل باسكال، بس هو التعامل مع رب عمل ممكن يكون عن جد عنده أصعب من غيره من الناس، علما أنه القائد لازم يكون عنده very good communication skills. بس شو يعني لما بدنا نقول رب عمل؟ حضرتك كليدرشيب اند اكزيكتيف كوتش طبعا بتشوفي كثير كيسز. هلا اول شيء ثانك يو فور توداي. انا ام ان اي سي سي كوتش ويز اي سي اف تشابتر، ونحن بالتشابتر تبعونا بلبنان تشابتر كثير بنشتغل مع كوربريت انفايرمنتس وبنشوف كثير هيك كيسز. ليش سميناها صعب؟ لانه مثل ما انت قلتي انه القائد اوقات بيكون عندنا توقعات انه يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز عاليين، بس بذات الوقت هو انسان اكيد مثله مثل غيره من البشر، ومنه بيرفكت، يمكن شاطر بكل شيء بس عنده هلاك شوي. اوقات بيكون عنده يمكن توقعات عاليه من الموظفين، وهن خمس انواع اكشلي من المدراء اللي بيجوا صعبين. في عندك المايكرو مانجر اللي هو بفوت بادق التفاصيل، بنقول باللبناني بيفل النمله، وهذا شخص بيأثر على ثقة الموظف بحاله وبيأثر على العطاء اللي عنده إياه للموظف، لأنه ما بيحس عنده سبيس يقدر يتصرف من تلقاء نفسه. عندك الأوتوريتيريان كمان هو مدير صعب، اللي هو بيقول نفذ ثم اعترض، أو نفذ ثم تعترض ولا تعترض. The third one هو الإنكومبتنت باس. فيه يكون عنا مدراء محطوطين ببوزيشنز معينين منن ملمين ومنن كفؤين باللي هن عم يعملوه. هيدا الشيء كمان بيأثر على الموتيفيشن والتحفز اللي عنده اياه الموظف، لانه انا مديري بتوقع منه انه يعلمني شيء مش انا كون عم بعطيه النولج. اصلا هلا رح نحكي نفصلهم، يعني اكيد كل واحد شو المشاكل اللي بتصير معه، انه كمان موظف قد ايه بده يقدر يعطي هو نولج، ما في حدود كمان. مزبوط 100%. صح. وفي عندك الاوفرلي كريتيكال باس اللي هو بحب ينتقد كل شيء. نعم. اللي عنده النقد المنه بناء. كل هول الاشياء بياثروا على التراست بين الموظف ومديره، بناء علاقه بروفيسيونيل وبناءه، بياثروا على مستقبل المؤسسه وعلى البرودكتيفيتي ليفل تبع الموظف. انا اللي حزيد عليهم اوقات انه الباص يلي بيكون كثير عنده تراخي، يعني ما بيكون كانه باص، بيكون كانه بركي. هيدا موضوع ثاني بنرجع بنحكي عنه بعدين باسكال، لانه عم تحكي حسيت ما بعرف ليه بمحل انه كانه رح تذكريه، بس ما بينعاد يمكن من الباص الصعبين، بس في هون كمان في مشكله قياده بمحل صح. معين يعني في مشكله قياده بمحل معين، لانه في مشكله اكاونتبيليتي بتصير، وفي مشكله تساؤل ومسؤوليه. صح 100%. ما بيقعد بيعرف يحاسب مزبط. حتى لموظفينه كثير عم نشوفه حاليا 100%. حقيقه، لانه صرنا بعصر انه لا محاسبه ولا عقاب، كانه ان كان بتربيه الاولاد او بالعمل. سو صرنا عم نحس انه صار كانه الموظف صار بنفس المستوى، يعني ما بقى في مدير وموظف، ما بقى في قائد وتبعي رح حطه، يعني لانه عم نبعد من فكره التبعيه فصارت القصص معكوسه شوي. هلا انا بيرسونلي هذا موضوع ثاني عم نستطرد بس انا بالنسبه لي بده يكون في تراتبيه بالحياه، أكيد. في قرارات هالموظف بده يشارك فيها وياخذها مع مديره، أكيد. لانه كمان بدك الباي ان تبع الموظف تتمشي قانون معين او تتمشي بروجكت معين او تتمشي رولز معينين. بس بذات الوقت مثل ما انت قلت المساءله بدها تكون بالنهايه عند مرجع، بده يكون في مرجعيه ان كان بالبيت ولا ان كان بالشغل. 100%. هالمرجعيه هو مدير. وهذا الشيء بيريح الموظف بعض الاحيان، بيشيل عنه هو هالمسؤوليه الكبيره. خلينا نبلش يعني حكينا بشكل عام شو الضرر يلي ممكن يصير من جراء شخص بالاداره من هالاشخاص يلي ذكرناهم او من هالفئات يلي ذكرناهم. بس كيفيه التعامل مع كل شخص منهم. هلا انا بس كنت بدي اقول لك شغله، انه اليوم بعرف انه اول مره يمكن بينحكى بهذا الموضوع، لانه العالم مش كثير بيروحوا بيقولوا للشخص المناسب انه انا والله يا مديري انت هون كثير عم بتضيق علي. سو اول شغله لازم نعملها هي تو ريز ذا فلاج، ونقول انه لا، في عنا اشخاص بموقع الاداره منن 100% مبكلينا من كل الميلات.
وهيدا الشيء الموظف بده يقشعه بالدرجة الأولى. بس لمين بده يقوله؟ لمديره. ما إذا هو مديره هيك أوكي. هو إذا مديره هي هيدي المعضلة يعني إجمالا اللي بتصير. إذا قالوا لحدا تاني شو رح ينتفع؟ أوكي. اليوم أنا كتير حبيت إنه نحن قاعدين على راوند تيبل، لأنه إجمالا وقت العالم بيقعدوا بالشركات الموظف ومديره بيقعدوا بوش بعضهم. هالموظف إذا بده يقعد مع مديره تو ادرس هالتشالنجز أو هالتحديات اللي هو عم بيواجههم معه، أول شيء بدهم يقعدوا على راوند تيبل، منهم قاعدين بمواجهة بينهم وبين بعض. بس أوكي خلينا نكون شوي واقعيين. يس. هلا اللي عم بتقولي كتير حلو، بس كتير إنه يعني كمالي، يعني مش معقولي، يعني صعب كتير انه يصير. من شان هيك نحن اليوم موجودين لحتى نعطي شويه ستيبس واشياء، خطوات عمليه ينشغل فيها. صح. بشكل منطقي كمان. صح. وواقعي، لانه اليوم انا اطلع مثلا عند مديري اقول له والله يا مدير انت عندك هالمشكله وهالمشكله وهالمشكله، لا مش هيك، ما انا ظابطه. اوكي اوكي. هلا ممكن يكون في اتش ار، ممكن ما بعرف، بس انه بدنا نحكي خطوات عن جد منطقيه. أوكي. لانه اليوم الموظف بخاف على حاله، الموظف بيخاف على الانكم، بيكون عندهم كمان وضعهم الاجتماعي، يعني وخصوصي بلبنان، يعني الله يعين الموظفين بكل المجالات حقيقه. بس نحن عندنا هالمشكله اليوم، اذا كان اي نوع من انواع، اول شيء خلينا نبلش بالاول يلي ذكرناه، يلي هو اللي بفوت بالمايكرو ديتيلز، مايكرو مانجر، يلي بفوت بالتفاصيل الدقيقه. مزبوط. كيف بدنا نحن نقدر نحكي معه، ويعني وشو الحدود؟ اوكي وصلنا على ترسيم الحدود. هيدا شيء نحن لازم نتعلمه حتى بمجتمعنا بالمنطقه اللي نحن عايشين فيها. اليوم المايكرو مانجر اللي هو بفوت باداء التفاصيل، انا كيف بدي اتصرف معه؟ انا بدي اكون على طول وان ستيب اهيد. يعني اذا انا عندي تاسك معينه لازم اليوم حضر لهالبروجرام، بدي اكون انا مبكله شغلي دقائق زاد، حتى الوقت مديري بده يجي يسالني كم سؤال او يطلب مني ان بلان داكسيون يكون انا جاهز عندي. وهون كمان التشالنج اللي صار عندهم ياه الموظفين بمجتمعنا، انه صاروا بيعملوا المطلوب منهم جست لو نيسيسير. هيدا الشيء ما فيه يتعامل مع المايكرو مانجر. بس معناتها المايكرو مانجر ما انه مشكله، بالعكس هو شغله ايجابيه انه يكون المدير عم بيعرف التفاصيل او يعرف كيف صارت القصص. بس المايكرو مانجر هو اللي بيلحقك على الفاصله والنقطه. سو لا، انا بدي يكون عندي اسباس تقدر اتصرف فيه، وتاكسب هالاسباس من مديري بدي فرجيه انه انا متمكنه من كل شيء عم بعمله. كرمال هيك قلت اي نيد تو بي اون توب اوف وات اي دو. بس هيدا الشيء بيتعب للموظف. بس هيدا شغله، لانه هو يوما ما يعني مر عم نرجع انه هيدا المدير منه مشكله، لازم نعمل نحن هيدا الشغل ونكون سابقينه. هي مانا مشكلة. الفئة الثانية شو هي؟ هو التحدي مانو مشكلة، نحن ما قلنا المدير الصعب هو مشكلة، نحن قلنا هيدا كاركتير. هي نحن عم نجرب نلاقي طريقة تعامل 100% أفضل معه. طريقة تعامل أفضل مع المايكرو مانجر هو إنه أنا بكل الأشياء من كل الميلات، وبالنهاية أنا بشغلي إذا بدي أطمح تأوصل لبعدين بده يكون عندي طموح، وطموحي بيجبرني إنه أشتغل منيح، أشتغل وسكر الزوايا مثل ما بيقولوا، دور الزوايا وما أترك لوب هولز مفتوحين طيب أنا ما بعدين أعلق فيهم بالمشكلة. تمام. تاني واحد اللي هو الأوتوريتاريان، اللي هو متسلط. نعم. اللي هو نفذ ثم اعترض. هيدا تشالنج كتير كبير، أكبر من المايكرو مانجر. ليش التشالنج كتير كبير؟ لأنه كل موظف بحب يكون عنده شوية empowerment، شوية قوة هو يقدر يتصرف فيها. كيف لازم يتصرف هالموظف مع الأوتوريتاريان؟ أكيد ما رح يجي يقول له يا مدير أنت أوتوريتاريان ونفذ ثم اعترض. هون بدي دور على التريجرز، شو المفتاح تبع هيدا المدير؟ كيف يعني؟ يعني إذا هالمدير أنا بشكل له تحدي كبير أو أنا بشكل تهديد لإله، بدي فرجي أنه أنا كريدبل، وبدي فرجي أنه أنا هون ماني تأخذ له محله، انا هون تأتعلم منه. سو هون بكون عم اقوي له القوه تبعيته وقت انا عم بجي واتعلم منه، وبذات الوقت ما عم تريجر هم اذا بدك تا يطلع هالاوتوريتاريان كاركتر اللي فيه. اوكي. ما عم دق بنقطه او بالويك بوينت. اكزاكتلي. لانه كل حدا منا عنده هيك زرار، بنقول باللبناني تما فقس له زراره. سو هيدا هلا هو بيكون متسلط، معناتها لانه بحس دائما بالخطر من غيره، فيه يكون هي يعني هو هيدا السبب الاساسي، فيه يكون كنترولر، فيه يكون مش بس لانه هو بحس بالخطر من غيره، فيه يكون لانه بيرفكشنست. اوكي.
فيه يكون اوتوريتيريان لانه بيرفكسيونيست، وهو بده ماشي يطلع من عنده مش مثل ما هو بده، وبيعتبر بس كان هيدا الموضوع ما بيحد شوي من الابتكار عند أكيد. الموظف اكيد، وهيدا الداون سايد تبع هو للخمسه كاركترز. اوكي، الداون سايد تبع هو الخمسه كاركترز كثير عالي، وهيدا اللي المدراء يعني نحن اليوم عم نجرب نعطي طريقه التعامل، بس هيدا الشيء ما بيمنع انه عندهم نقاط سلبيه وبتاثر أكيد. على الشغل. نحن اللي عم نجرب نقوله نوعي كمان هالمدير على هالطبع اذا بدك اللي عنده اياه، انه شو تاثيره. في عنده تاثير ايجابي اكيد بالعمل، بس في عنده تاثير كثير سلبي على البرودكتيفيتي، على الانتاجيه تبع الموظفين، وعلى المورال اكيد تبع الموظف بذات الوقت. ثالث فئه هي الانكومبتنت، اللي هو بيكون ما بيعرف، غير كفو. هون في مانجمنت للاكسبكتيشن من الموظف بده يكون كثير عالي. كيف يعني؟ على طول منصور الناس ومنحملهم يمكن اوقات اكثر من ما هن. اوكي، سو انا عندي assumption، عندي فرضيات انه لانه هو مديري لازم يكون بيعرف كل شيء. وانا فيني اقول لك انه قعدت بموقع اداره شي 15 سنه ولا مره قدرت اعرف كل شيء. ولا انسان بيقدر بس بتعترف فيهم. اكيد غيرك ما بيعترف فيهم، هيدي هي المشكله 100%. هون في وعي كمان بده يكون عند هالمانجر، والموظف اللي بده يتصرف مع الانكومبتنت مانجر ما بده يجي بتحدي. يعني انا احنا بنشوفها اوقات انه بيصير عم بي او باحتقار او باحتقار، بيصير انه ما انت شو علمتني، ما انت ما علمتني شيء. This is not the way. هالعلاقه بدها تضلها بروفيشنال وبدها تضلها باحترام. يعني بده يضل ياخذ آراءه، بده يضل ياخذ موافقته، بده يضل يعطيه المراحل تبع العمل، مش انه ما بيعرف خليني انا اتصرف لحالي. وهي هيدي يمكن بتصير اكثر شيء 100%. بده يضل حاطته بالصوره اتليست، ومش غلط. اكيد هالمدير اللي منه كفو يمكن برول معين، اكيد عنده كواليتيز بغير اشياء هالشركه حطته بموقع مزبوط. الاداره اللي هو صح. فيه يمكن عكس الاولانيين، يمكن عنده اكثر كوميونيكيشن، تواصل سلس اكثر، بيتفهم اكثر، تعاطف اكثر. ما بعرف، التكنيكال سكيلز مش مجبورين يكونوا موجودين عند كل الناس، وهذا اللي انا اليوم اللي بقوله للامبلويز انه ما حدا عنده تكنيكاليتيز بكل شيء، ما حدا قادر يعمل كل شيء بذات الوقت. انا مزبوط. ما بقدر اقعد محلك، مثل ما اذا حدا كان بديبارتمنت معين في عنده فتره ترانزيشن بده هالموظف يعطيه وقته تيقدر. اي خصوصي للي بيجوا جديد. ايه هون اللي صعب كمان، اللي بيجوا يعني اللي عندهم خبره وهن موظفين عند هالمدير الجديد صعب عليهم كمان. اكيد صعب عليهم، بس هون انا بحب وهيدا بنشتغلها بالكوتشنج، رد هالموظفين على الفاليوز، على القيم. خلينا نشوف مع هالمدير اللي بالتكنيكاليتيز منه قادر يعطينا شيء، شو القيم المشتركه اللي عندي معه؟ صدق، شفافيه بالتعاطي، كوميونيكيشن مثل ما انت قلتي، وببني من هونيك. اوكي، على كل حال المدير اللي بيجي كمان جديد هو اذكى شيء يعمله انه يعطي قيمه ايضا لهالموظف القديم اللي عنده خبره كبيره. لاحظت شغله باسكال كمان، هودي مواضيع عم نفتحهم بين هلالين اليوم، انه الموظفين القديمين يمكن من جيل اهلنا او يلي من بعدهم عندهم قدره على التاقلم اكثر من الموظفين الجداد. يعني اليوم جيلنا الجديد اصعب عليه يكون في بوس فوقه، كتير صعب عليه أنه يتقبل إداري فوقه، يعني أكثر من الأجيال اللي مرقت. بركي كمان هيدا الموضوع عم نحكي عنه بعدين 100%. يعني ما بعرف إذا قد إيه مظبوطة ملاحظتي أو أنه اللي عم نشوفه منشوفها يوجولي حتى هلأ مع الأشخاص، مش مع كل الأشخاص أكيد، ما فينا نعمم بشكل. بس جيل اليوث صعب، أصعب من الأبد. جيل اليوث صعب لأنه مثل ما أنت قلت بالبيت وبقلب الوظيفة، يعني نحن الحياة بترانزيشن. نحن عم نروح من اوتوريتيريان، يعني انا بقول انت بتعمل، لفلات مانجمنت، والميدل بعد ما مش كل الشركات وصلت له. انت بدك توصلي للميدل لانه الفلات ما بيزبط كل الوقت، والاوتوريتيريان كمان ما بيزبط كل الوقت. بدنا نعمل هالجونجلاج بين الاثنين. Exactly. خلينا نحكي عن اخر فئتين من المدراء قبل ما يخلص، اللي هو الاوفرلي كريتيكال. الاوفرلي كريتيكال اللي سينيكال بنسميه، او اللي هو بيعلق على الشاردة والوردة. هون أنا بدعي الموظفين يحكوا يكون تو شير فيدباك وذ ذس مانجر، لأنه بالنهاية هالموظف جاي تيشتغل، ما بده يزيح عن الجول تبعه، ما هو هدفه كمان هو يترقى ويكبر ويوصل. سو بده يضل هالهدف كثير هو مفوكس عليه. يعني هون عم بيكون نيجاتيف بكل بساطة هالبوس.
عم بيكون عم بيعطي انتقادات شوي اكثر نيجاتيف من انه تكون بناءه. كان بي أوكي. بطريقه يمكن نيجاتيف وبي إيه انه بده يعلق على كل شيء وبده يضله مش عاجبه شيء. اوكي هلا انا بدي اقول لك بس شغله على قصتي تعطي فيدباك. انا هيدا اللي غيرني. انا اي واز ان اوفرلي كريتيكال مانجر وان داي بشغلي القديم انتل في حدا من الموظفين اجى حكينا and it changed my whole perception للمانجمنت. سو ما يخافوا ونات تو بيلد اسامبشنز. مش على طول في فرضيات انه هو محطط علي. لا هو اوقات سي سون كاركتير هيك. واذا بدنا نمشي هالشغل اذا كان مع الكل كمان نفس الشيء كمان بنقدر نشوف. اذا انا بدي مشي هالشغل مع هالمدير اي هاف تو شير اكيد بنقي الوقت والزمان والطريقه المناسبه. مش انه نكون باجتماع واترك الاشياء تفلت لانه وقتها هالموظف بيترك هالشيء من جوا ايفنتشلي بدها تفقع بطريقه ما لاست فئه لاست فئه هو هن إيه. معناتها مش دائما المواجهه هي الافضل باسكال. لا اكيد يعني لا. اوقات نحن بدنا نكون عم نتاقلم. نحن عم بدنا نكون هيك فلكسبل اكثر في استباء للامور في امباثي بدها تكون موجوده. بدي احط حالي محله هالمدير. اذا هالمدير طالع من اجتماع وهو كمان مضغوط بده يجي مثل ما هو انضغط يوزع من هالضغط على التيم اللي عنده. سو انا بدي يكون عندي تعاطف مع هالمدير وما بدي على طول اقول انه هو مدير يعني هو بيعرف كل شيء ولازم يعرف يعمل كل شيء. بفتكر من كل موضوع بنقدر نعمل حلقه. صار عندنا شيء 6-7 حلقات من بعد مواضيعنا اليوم لانه عملنا هيك جنرال فيو فينا نقول عن موضوع كيفيه التعامل مع المدير. معك باسكال رميلي ليدرشيب اند اكزيكتيف كوتش. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك معك. رح اختم حلقتي بام تي في لايف لليوم. شكرا للمتابعه. حلقه جديده بكره على 8:30. باي باي.